ازيكم عاملين ايه؟ معاكم عمر عبد الرؤوف، فيديو جديد. فيديو النهارده مروان بابلو سكانيا، طبعا هو مكتوب معاه 01، انا مش عارف اذا كان 01 ده اصلا حد معاه تقريبا، او ممكن يكون بروديوسر مش عارف، او اسم القناه فهو حط اسم القناه معاه في العنوان ولا ايه بالظبط، انا مش عارف. اوكي ده اول مره اشوف 01. اوكي لو انا بنطق اسمه صح اصلا، اوكي لان مكتوب فيه مروان بابلو. اوكي مروان بابلو. اوكي فطبعا الاغنيه دي اول مره اسمعها، لو انت مش عارفني اتفرج على الفيديوهات القديمه وتعرف ليه انا بعمل رياكت على الاغاني العربي. اوكي وانا الاغنيه دي كمان 2019. اوكي دي اول مره اسمعها. اوكي بالنسبه انا عامل ديسكورد، اوكي عشان جايز ناس قدام تعمل معايا رياكت، بالنسبه يكونوا سامعين معايا مثلا اغنيه، يعني زي ما انا هعمل رياكت كده ويكونوا معايا، ولو في اي حاجه اعتلطي فيها ولا اي حاجه يعرفوني. حتى لو انت مش عارف ممكن تعمل معايا رياكت عادي، صباح الفل، ونبوظ نخرب الدنيا خالص عادي قشطه. طبعا اللينك هيكون في الديسكريبشن تحت. اوكي الكلام ده هقوله تقريبا جايز اقوله تاني برضه في الاخر، ما علينا، خلينا نخش على طول على الفيديو ويلا ليتس جو. اوكي يبقى في عربي بقى، يبقى في عربي. واحد يحط لي برتغيزي، اعمل انا ايه بالبرتغيزي؟ 01 اوكي تقريبا هو اللي عامل الفيديو تقريبا، مش عارف. مروان بابلو اسكانيا. ماشي على الطريق، ماشي ماسك اليمين، ماشي على الطريق، ماشي ماسك اليمين على الاسفلت، معرفش حد، معرفش انا فين، بلف في الغرب. الستايل ده هو كان ساعتها دايما مفروض صح؟ تقريبا ما اعرفش جايز كان دايما انا كنت رايح ورا مش عارف ليه خدتش بالي، بس الطريقه انا عجبني، يعني البيت عجبني بصراحه، انا عجبني الاسلوب ده. تقريبا ما فيش حد في مصر عملها تقريبا، او ما تشجعش ان هو يعملها. واو عشان كده تقريبا مروان بابلو محبوب بسبب ان بيعمل حاجات مختلفه عن بقيه الناس، بحس ان هو عادي قشطه اللي هو يتجرب، ده مش مشكله، صباح الفل تطلع زي ما تطلع ويشوف هتعمل ايه، فاهم؟ بس هي طالعه حلو بصراحه، ده رايي انا، عجبني البيت. انا اكتر حاجه بتشدني الاغاني البيت، لو البيت حلو الاغنيه بالنسبه لي حلوه بس كده. على الاسفل معرفش حد، معرفش انا فين، بلف في الارض وانا بتامل في الخلق. لا ده بعد ما فكرت انهم عارفين الفرق، ليه يتشاط عليا الصد، ليه يكون عليا الرد، ليه المولد بيتفض، وقف كله عامل لي كات، هنا اسكاني على الطريق، انتوا ليكم الرصيد. انا قلت هي حلوه في الاول وهي حلوت دلوقتي، يعني الحته دي احلى بكتير من الحته الاولانيه خالص، بكتير. انا قلت هتفضل زي الحته الاولانيه دي بصراحه، بس من اول حته دي واو. اوكي خلينا نكمل. احنا بنقفل الشمال عشان هنفتح اليمين، دوروا عليا في الوسيط، موز الشمال عشان هنفتح اليمين، دوروا عليا في الوسيط، موتوني بالبطيخ، خمسه هنا خمسه هناك، بس النهارده معيش رصيد. هو 01 ده هو المفروض بروديوسر تقريبا، لان حوار دي جي توتي انا سمعت، يعني شفت اتفرجت على الاستضافه ده، اتكلمت برضو مع الناس اللي اتكلمت معاهم امبارح في حوار الديسكورد، ان هو كان ويجز، يعني بدا مع ويجز في حوار سليني، يعني ويجز عمل حاجه شغل مع واحد يعتبر فان لويجز المفروض دي جي توتي. اوكي فاعتقد ممكن يكون 01 عمل كده، يعني قصدي مروان بابلو عمل كده مع 01، ممكن يكون فان لي فقال له او بعت له مثلا البيت ده وقال له اسمعها، فمن هنا قال له اوكي تعالى نعمل عليها اغنيه. ممكن الله اعلم، او سمعوا حاجه دي ممكن الله اعلم، زي ما حصل مع ويجز
دي جي توتي. انا بخمن، انا ما اعرفش اذا كان هو فعلا اللي عاملها ولا لا، ما اعرفش. بعرفوني مين زيرو وان ده، اوكي، او مين اللي عمل البيت بتاع الاغنيه دي. وبرضه في الاخر هشوف الديسكريبشن مكتوب حاجه ولا لا. معنى خلينا نكمل. لان لو شغله ده كده حرام ان انا ما اسمعلوش تاني، يعني حرام بجد ان هو شغله بالطريقه دي وما اسمعلوش تاني. صعب جدا، صعب جدا. باكل من الهجايز، ثلاث ميلي بدون وصاية، الشغل على البايز، بقيت باكل من الهجايز. هي دي كانت جيب ولا شاهين؟ ثلاث ميلي بدون وصاية، تنزل ومحدش فينا صايد، نخلي الاقصام متقيسين، عشان ده ولا مبيسين، كلها بقت واحنا مقيلين، كلها بقت واحنا مقيلين. يا ماشي 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 على الطريق، ماشي ماشي ماسك اليمين، ماشي 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 على الطريق، ماشي ماشي ماسك اليمين. في دخلة، في سويتش، في دخلة تانية. اوكي، بلف في الارض، اوكي، بطلوب العرض، كل اللي مش عايزه كان عليا فرض، كل اللي مش عايزه، اوكي، عليا فرض، كان عليا فرض، كان عليا فرض. اوكي، طريقك اتسد، فحلمك اتحل. والله حرام، حرام لو هو البروديوسر فعلا وبالطريقه دي، حرام ان الواحد ما يسمعلوش تاني بصراحه. يقين 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 فنرجع عشان ولف في الأرض، ولف في الأرض. اقسم بالله بيت دنيا تانية، انا عاجبني فشخ. تقريبا انا بروديوسر لان عامل محي ياسر معاه. بجد هو محي ياسر عاملين اغنيه؟ بجد انا عارف محي ياسر مين على فكره. واو، اوكي، في ديسكريبشن ممكن يكون مكتوب سبوتيفاي، انغامي، ساوند كلاود، اوكي، مروان بابلو، لينكات بتاعت مروان بابلو. انا اعتقد ده هو بروديوسر وعنده 4000 بس. برو خد سبسكرايب. يلا، مش عارف اذا كان هو ولا لا، بس هو في كذا حاجه تانية ممكن يكون هو البروديوسر. يا ريت لو حد عارف حاجه عن زير وان، يا ريت حد يعرفني. اوكي، انا عايز بس اخش into music. Ahmed Hassan, no professional, is an Egyptian songwriter. Okay, هو songwriter. Yeah, okay, كاتب. For producer and singer. ده ده مليان، ده بيعمل حاجات كتير فشخ. Electronic pop music. Okay. Wow. Okay، من 2019 هو أصلا موجود. أنا من رأيي بصراحة لو ده شغل أنا عايز برضو أسمع Zero One. انا ما يهمنيش هو عنده 4000، ان شاء الله لو عنده واحد اصلا سبسكرايب وده شغله ما يهمنيش. اقسم بالله انا فعلا هبدا اشوف لو عنده حاجه حلوه تاني ممكن نعمل عليها رياكت، اوكي، او اخلي حد معايا في الديسكورد يعمل على الاغنيه. لو انا سمعت حاجه حلوه اقول له تعالى بقى تعمل معايا رياكت بقى على الاغنيه دي ونشوف رده فعل الناس. ممكن يبقى معايا مثلا 2 3 حاجه زي كده، قولوا لي رايهم، كل واحد يبقى رايه مختلف عادي، صباح الفل، مش هيفرق معايا. اوكي، بس كده. طبعا زي ما انتم عارفين اعملوا اكونت على الديسكورد، اوكي، لو انت حابب تكون معايا في الفيديوهات اللي جايه، اوكي، بس كده. ده كان رياكت، يا رب يكون رياكت عجبكم. طبعا الاغنيه عجباني فشخ، انا نسيت اعمل لايك، اهي انا جريت على طول عشان اشوف مين ده اصلا. اوكي، ده كان رياكت، يا رب يكون رياكت عجبكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ويا ريت ناس التحفه زي كده. انا عارف زيرو ما يعرفنيش ولا انا اعرفه ولا اي حاجه، اوكي،
بس لازم نسبورت حد زي ده بجد لو هو فعلا بالطريقه الجامده فشخ. انا مش عارف اذا كان سكانيا هي اصلا كده ده دي الاصليه كده ولا هو عامل ريميكس تقريبا حاجه زي كده، ممكن عشان في ناس بتعمل ريميكس برضو بتبقى جامده فشخ. ابقى عرفوني ابقى عرفوني اوكي ابقى عرفوني عشان ما اعرفش بصراحه. بس كده ده كان رياكت، يا رب يكون رياكت عجبكم، اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد واقول لكم يلا تشوس.